مرحبا بكم متابعينا على مواقع التواصل الاجتماعي في أهم الأخبار في دقيقة. اندلاع مواجهات بين الجيش الإسرائيلي وشبان فلسطينيين في عدد من مدن الضفة الغربية للتعبير عن الغضب والاحتجاج على أحداث غزة الدموية وأحياء للذكرى 70 للنكبة. الإمارات تقدم مساعدات إغاثية عاجلة للفلسطينيين في غزة. البحرين تسقط الجنسية عن 115 متهما بالإرهاب. ومنظمة الصحة العالمية تحصل على موافقة لاستخدام لقاح تجريبي للإيبولا في الكونغو الديمقراطية. افتتاح أول فرع مصرفي في العالم يعتمد على الروبوتات بدل الموظفين. دراسة أمريكية تكشف أن التعرض لتلوث الهواء أثناء الحمل مرتبط بارتفاع ضغط دم الأطفال.